الحلقة بتاعت النهاردة هنقول لكم عن تركيب القلب المربع للعجلة السباق الحديثة ازاي. اولا في ملاحظة انا اقولها لكم في تركيب القلب ده بالذات، وركزوا معايا طبعا اهم حاجة في القلب ده بالذات. انا ببتدي اول حاجة لما بفك القلب ده، اول حاجة دي اسمها وردة كونتر بتمسك الظرف، دي مهم اول انها تتربط عشان ايه ده متفكش. لو ده سبناها دي بالذات مهوية دي هتتفك معانا. طب انا بعمل ايه؟ انا بفك القلب كده، طبعا فك معايا اهو، لما بفك هو والظرف فك معايا. في ظرف اوقات لما اجي افك مثلا ده بتفك بالعافية، ده ممكن اجيبه مثلا، انا عايز اوريكم بس ايه ملاحظ بس كده، بس اجيب مثلا الشاكوش معايا مثلا واجيب اي مفك عندي دي سنه ولا اي صنف حاجه وادق كده عشان يفك معايا. وممكن اجيب بنسة الجاز وممكن اجيب بنسة كلابه زي دي كده، تمام، اقفش عند اول سنه كده، تمام، واقفل عليها كده قفل خلاص، افك انا الايه الظرف بكل سهوله من غير ما اتعب ولا اي حاجه. يجيبه ده يجيبه بالبنسة الكلابه كده كده. وممكن افك طبعا عشان دي الظرف نظيف بكده. فالبن هنا متاكل، ادي بقى حتى الطبق الظرف بتاعه اهي متاكل. ده ظرف ايه؟ يبقى فيه نظام القلب الجديد، بيجي يجي قلب ومعاه ظرفين زي كده ومعاه ده اسمه شبك بن. الناس يفكروا في ناس يفكروا يقول لك مثلا انا مركب ايه؟ اللي عندي بلي رمان بلي، ده مش رمان، ده اسمه شبك بلي، تمام. طب هنا بنعد البلي اللي هنا ده موجود، يجي واحد ادي اتنين تلاته اربعه خمسه ادي سته سبعه ثمانيه تسع بليات. تسع بليات هو لما باجي انا الغي ده وعايز احط مثلا بلي داير ما يدور في القلب، بحط كام بليه؟ بحط 11 بليه، تمام. فطبعا ده القلب اللي احنا فكناه. ببص عليه، انا معايا قلب جديد بس انا ببص عليه عشان لو لقيته ان هو ما ينفعش مثلا او بايظ بغيره. انا لقيته كده ده يشتغل يعني ما فيهوش اي عيب ولا اي صنف حاجه. فانا بحط انا ممكن اركب بلي كامل وممكن ايه الشبك ده بيشتغل وده بيشتغل. انا ما النهارده انا يعني انا بوريكم القلب المربع ده تملي بيجي معاه ايه نظام بلي شبك. طب ينفع ان انا اركب البليه دي في القلب كده؟ لا كده غلط. شفت بص بص شفت المنظر ايه عامل ازاي؟ لا كده غلط. ليه؟ لازم الدوران اللي هو المجوفه من جوه دي بتركب على القلب كده، تمام. ولما بتركب كده على القلب كده الظرف بتاعها اهو بيبات، بص اهو بيبات كده بص، تمام. ادي دي نظام تركيب البلي ازاي. طب انا عايز اعمل لكم النهارده الحلقه دي ارص لكم بلي، ممكن ارص لكم ارص بلي وممكن كده، بس احنا انا برضه هعملها لكم برضه بالشبك بتاعها، ان العجل ده بينزل بالشبك. وطبعا ايه هنعمل ازاي؟ اول حاجه لازم نجيب كل شحم معانا. طبعا انا الناحيه الثانيه بختار في القلب ده في ناحيه طويله وناحيه قصيره. الناحيه الطويله دي هتروح ناحيه الايه الترس من الناحيه اللي هناك، الترس اللي هناك. اما ناحيه الكرانكل من الناحيه دي ده هي الناحيه القصيره. فانا هبتدي اعمل ايه؟ انا طبعا ممكن اجيب شويه شحم اللي هو المطاط احطه مثلا هنا. طب انا دلوقتي واحد ناس بيجي يقولوا لي طب انا دلوقتي احط بلي شبك ولا بلي رمان؟ اقول لهم الاثنين واحد، بس طبعا ايه الافضل لما ارص رمان احسن من البلي ايه الشبك. بس هو الشبك مش وحش، بس انا بقول لكم برضو ايه احسن برضو. فانا بعمل ايه؟ انا النحل هناك هوريكم، انا بعمل طريقه، انا مش هفك الظرف اللي هناك وهرص فيه بلي ومش عارف ايه، لا انا برصه في القلب هناك ده عشان ده هيروح هناك، وعدي ايه 11 ايه بلي ادي كده واثنين ادي كده ايه ثلاثه. شوف انا بحط بلي ده الشحم ايه ماسك حلو كده ايه اربعه كده ادي خمسه ادي سته سته ادي ايه سبعه ادي ثمانيه ادي تسعة ادي عشرة ادي 11 كده بياخد معايا قد ايه 11 بلية. رايح البلي كده بيدي عشان ياخد ايه مجاله، مفيش حاجة طالعة عن التانية. فكده ببص كده بص لفة كده قال ايه مظبوط. اجي اعمل ايه بقى وانا بركب اهو وانت شايفين في الكاميرا باين اهو زي كده، اظبط كده بايدي في النص بالظبط وازق كده مرة واحدة كده حتى القلب بات ايه هناك والبلي ايه ركب الناحيه الثانيه بكل سهوله. بص اهو انا ماسك البلي بالناحيه دي. طب هنا هنيجي الناحيه الثانيه هنمسك الظرف ده نحط فيه ايه ده بقى؟ نحط فيه شحم.
دوا نحط الشحم ده كده، ادي كده كده، وارص البلي كده، عايز ارص البلي ماشي، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي ستة، ستة كده ايه، سبعة ثمانية تسعة ادي عشرة ادي 11. بص الدايرة كلها جت ايه الى 11 بالظبط، ما اقدرش احط ولا 10 ولا اقدر احط 12. بعمل ايه؟ انا بموت ايدي كده كده دخلها كده عشان موت الشحم كده حوالين البلي دي، البلي الراس ده احسن من الشبك، بس انا بقول بس انا ايه قلت لكم اعمل لكم دي ودي، وبرده الشبك برده مش وحش، بس انا بقول لكم دي احسن من الشبك في نفس الوقت. انا بربط كده الظرف كده واجيب معايا البيتس الجاز او معايا سمبوك اربط بيه كده، افضل كده لحد ما قالين هو ربط كده خلاص معايا بص ما بخنقهوش، بص اهوي سنه كده عشان نمشي معايا كده تمام اهو، مفيش بوش هنا كده كده بس كده. اعمل ايه انا دلوقتي؟ دلوقتي اهم حاجه عندي في عمليات القلب ده الورده، الورده دي مهمه للظرف المعدي ده، اهم حاجه ايه تريحها كده، ابص كده في بوش، لا مفيش بوش، اجي مثلا بصنبك الناحيه ده دق او بينفك مثلا جامد، او البنسة الجاز اربط بيها ايه دي اسمها ايه الورده كونتور اللي بتمسك الظرف ده عشان ايه مهوش مني القلب مهوش، ربطت دي جامد تمام، عمر الصابونه دي ما تهوي، ربطها اي كلام مع استعمال العجله ايه بتهوي. انا اعمل ايه في الحاله دي؟ تمام، بجيب اول حاجه الكرنك اللي من الحاله دي واثبته كده مثلا تمام، لما بثبته كده بديله حتى تريح بس كده ما بدوقش جامد تمام، وبعمل بجيب الصاموله اللي هي ايه ال 14 واجيب معايا الزاويه ال 14 كده واربط واهم حاجه اوريه رباط جامد، ما بربطهاش برباط ضعيف، لازم تاخد حقها في رباط، اجرب من هنا ومن هنا اشوف ايه حته اللي بات لا ولا 14 معايا ايه بيدخل احسن كده. ولازم برضو ايه اعمل ايه تاني؟ بص شوف انا بقى بعمل ايه، دقه صغيره، الدقه الصغيره دي بتديني تريحه، بص جابت معايا تمام. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بجيب الغطا عشان الغطا ده قلنا مهم قوي في التقفيل، هلف العجله وهركب لكم الترس وهوريكم ازاي كده. احنا لفينا العجله وهنركب الكنك، اهم حاجه بنظبط الايه التظبيطه كده، وبرده انا بعمل ايه بدق دقه هنا واربط اللي هو الصاموله ال 14 واجيب مفتاح واهم حاجه رباط جامد، طبعا رباط جامد اهو، اعمل ايه؟ ممكن ادي خبط ثاني كده بس كده بس ما اديش جامد تمام؟ بيريح لي شويه بس صاموله بس عشان في الرباط شويه تمام، كده اتربط ايه؟ جامد. اهم حاجه اجيب الغطا بتاعها اهو، الغطا باين اهو ده بيحمي الصاموله عشان لو اتفك ولا اي حاجه ما تقعش الصاموله، فده بيحجز ليه الصاموله ما يقعش خالص كده. كان دي حلقتنا النهارده ازاي عملنا القلب المربع بالبيلي بتاعه وتركيب الترس والكرنك بتاع القلب المربع، ودي كانت حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.